السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. هذا هني في الإمارات احنا نسميه الشمالي اللي هو عقاب. تقريبا هذا عمره سنة. شوف كيف، شوف ضخم بالنسبة للطيور اللي هناك مثل الشاهين او الحر او الباز. هذاك شو باز؟ ايوه. شوف كيف هذا الشمالي اللي هو عقاب، تقريبا ضخم. شوف جناحه كيف ما يهدأ. بنحاول احنا نحطه هنا. ارد هنا طبعا يبالي تدريب، يبالي تدريب لحد ما يهدأ. شوفوا كيف الطيور يخافوا منه. طبعا ممكن ياكل هنا صح؟ ممكن ياكلهم؟ ممكن.